الداخلية تفكر برفع درجة التأهب الأمني بعد مظاهرة مؤيدة لفلسطين. حفل تأبين قتلى إسرائيل يجمع أبرز السياسيين في النمسا. إجلاء مئات النمساويين من إسرائيل بطائرات مدنية. سائق تاكسي يطرد رئيس حزب الحرية في فيينا بسبب دعمه إسرائيل. وتعويض لاجئ باكستاني ب25,000 يورو بعد ترحيله بالخطأ. وأخيراً المخابرات تصنف نشطاء الجيل الأخير بأنهم غير متطرفين. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. تظاهر الآلاف من المؤيدين لفلسطين الأربعاء وسط العاصمة، وذلك بعد أن قررت شرطة فيينا إلغائها لأسباب أمنية. وكانت المظاهرة قد ألغيت قبل ساعات قليلة من موعدها المحدد، لكن الآلاف شاركوا فيها، وقامت الشرطة بمخالفة أكثر من 300 شخص بموجب القوانين الجنائية والتجمع. ومن المتوقع تنظيم مظاهرة أخرى في فيينا يوم السبت، وفي هذا الصدد تدرس وزارة الداخلية النمساوية رفع درجة التأهب الأمني وحماية المؤسسات الرسمية والمرافق اليهودية. أقيم حفل تأبين أمام مبنى الحكومة النمساوية تكريماً لقتلى هجمات حماس على إسرائيل، شارك فيها كافة شخصيات الدولة والجالية اليهودية. وأكد الرئيس النمساوي بتقديم تحية خاصة عبر متحدثة باسمه على تضامن النمسا مع إسرائيل، واعتبر أعمال العنف كراهية كاملة، ودعا إلى الحفل نادي محبي إسرائيل وسط إجراءات أمنية مكثفة، وشارك العديد من السياسيين النمساويين بما في ذلك المستشار كارل نيهاما، مؤكدين على المسؤولية التاريخية للنمسا تجاه إسرائيل. des Lebens und der Menschlichkeit. Im Kibbutz Niros versteckten sich Tamar und Ehemann Jonathan mit ihren sechsjährigen Zwillingen Shachar und Arbel und ihrem zweijährigen Sohn Omer in einem Schutzraum. تم تنفيذ أولى عمليات إجلاء النمساويين من تل أبيب إلى لارنكا القبرصية بعد الحادث التقني في طائرة هرقل التابعة للجيش النمساوي. ونقلت شركة إسرائيلية 100 نمساوي من بينهم 15 من جنسيات أوروبية إلى لارنكا بقبرص، إضافة إلى طائرة نمساوية نقلت 176 آخرين إلى فيينا. وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية بأنه سيتم مساء اليوم إقلاع طائرة أخرى مستأجرة من قبل وزارة الخارجية لنقل آخرين إلى فيينا. قام سائق تاكسي بطرد زعيم حزب الحرية في فيينا دومينيك نيب وزميله ماكسيميليان كراوس من السيارة بسبب حديثهم المؤيد لإسرائيل. وقد تم توثيق الواقعة بواسطة نيب، ولكن فيما بعد عاد السائق واعتذر، وقد حدثت هذه الواقعة في سياق مظاهرة دعم فلسطين التي تم تنظيمها بالرغم من قرار حظرها، حيث طالب نيب استقالة رئيس شرطة فيينا فورا، معتبرا أن عدم حل المظاهرة بشكل يشكل تحريضا ضد إسرائيل ويعرض النظام العام وأمن المواطنين للخطر. حكمت محكمة في النمسا العليا بتعويض لاجئ من باكستان ب25,000 يورو بعد أن رحلته وزارة الداخلية عن طريق الخطأ إلى وطنه. وقضت المحكمة بأن ترحيل الباكستاني قمر عباس غير قانوني، وكان عباس قد رفع دعوى ضد الدولة، ويجب على وزارة الداخلية النمساوية الرد خلال 4 أسابيع. يذكر أن عباس كان مندمجا ويتدرب في مطعم للبيتزا، وكان قد وصل إلى النمسا في عام 2012،
ولم يحصل على الحماية، وتم ترحيله بشكل غير قانوني في أكتوبر من عام 2018 بعد أخطاء إجرائية، ثم تمت إعادته وحصل على حق اللجوء في عام 2021. صنفت المخابرات النمساوية أن مجموعة ناشطي المناخ الجيل الأخير بأنها غير متطرفة وشفافة تماما. ويعود ذلك إلى استمرار نشاطها بإغلاق الطرق واحتجاجها ضد تغير المناخ، مما أثار مطالبات بتجديد العقوبات ضدهم. وأكد المتحدث باسم المخابرات النمساوية عدم وجود أي تهديد حالي من الجيل الأخير، وأن الخطر يظهر عندما يتعاونون مع جماعات متطرفة خاصة من الأفراد القادمين من ألمانيا، كما حدث في مؤتمر الغاز في فيينا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.